خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال غمة داكار الثانية حول تمويل المنشآت في إفريقيا، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أن الجزائر تضع في صلب أولويات عملها الإفريقية أهمية تجسيد برنامج تطوير البنى التحتية في إفريقيا بيدا، كما اغتنم الوزير الأول هذه الفرصة للإشادة بدور الرئيس ماكي سال رئيس الاتحاد الإفريقي وجهوده الجديرة بالثناء في الدفاع عن المصالح الإفريقية صوب تحقيق إفريقيا التي نريدها تمشي مع تطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. هذه الفرصة لأشيد بدور الرئيس ماكي سال رئيس الاتحاد الإفريقي وجهوده الحثيثة والجديرة بالثناء في الدفاع عن المصالح الإفريقية صوب تحقيق إفريقيا التي نريدها جميعا تماشيا مع تطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. نحن اليوم بمبادرة مشكورة من الرئيس ماكي سال بصدد تعزيز جهودنا المشتركة لتطوير البنية التحتية في إفريقيا خدمة لأهداف التنمية التي نصب إليها جميعا. كما أود أن أحيي جهود الاتحاد الإفريقي ووكالة أودا نيباد التي تعد الجزائر أحد أعضائها المؤسسين بهدف مضاعفة المساعي تجاه شركاء إفريقيا الدوليين لضمان التمويل اللازم للبنى التحتية الرئيسية المدرجة في برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا بيدا.